حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ نبراس محمد طالب، الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات في وزارة الصناعة والتجارة. نرحب بك في نشرة الأخبار. بداية، ما هي أبرز التطورات التي طرأت على نظام التراخيص التجارية سجلات في النسخ الثلاث؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وشكركم على الاستضافة الكريمة. طبعا نظام السجل التجاري سجلات من أهم الأنظمة الإلكترونية، كونه بوابة ممارسة الأعمال التجارية في مملكة البحرين. طبعا تم تدشين النسخة الأولى من النظام في 2016، واللي أحدث نقلة نوعية في عملية تأسيس الأعمال، بحيث فصلنا إصدار السجل التجاري عن إصدار التراخيص، وساهم هذا الشيء على تسريع عملية الحصول على السجلات التجارية. أيضا ربطنا آنذاك مع 47 جهة حكومية، وخلينا الأنشطة التجارية أكثر شمولية، وبالتالي النشاط الواحد صار يسمح لك بتقديم عدة خدمات. وفي 2018 أطلقنا النسخة الثانية من نظام سجلات، واللي شمل على عدة تحسينات ومميزات، أبرزها تقليل عدد المتطلبات والخطوات لترخيص الأنشطة التجارية، وأيضا استحدثنا نموذج موحد لوثائق التأسيس لتسهيل تقديم الطلبات، وأيضا ربطنا النظام مع القطاع الخاص ومنهم مكاتب التوثيق. وفي بداية هذا الشهر من 2023، ولله الحمد، دشنا النسخة الثالثة من نظام سجلات، واللي شمل على تغيير جذري من ناحية تعامل مقدم الطلب مع النظام. فإحنا دائما نطمح أن نرتقي بجودة الخدمات اللي تقدمها وزارة الصناعة والتجارة، وعلى توظيف أحدث التقنيات اللي تساعد المستثمرين على إدارة أعمالها بسهولة. سيد نبراس، يعني تحدثت عن يعني العديد من يعني أوجه التطور الذي حدث على النسخ الثلاث، ولكن ما هي خططكم المستقبلية لتطوير النظام؟ طبعا احنا استحدثنا في البداية العديد من المميزات، وطبعا ما هذه إلا الحزمة الأولى من التطويرات اللي احنا تكلمنا عنها. في الحزمة القادمة إن شاء الله بتكون في خدمات أكثر متوفرة في النظام، بنستحدث خدمات إلكترونية أكثر وتقنيات أكثر عن طريق استخدام الذكاء الاصطناعي، وأيضا بنستحدث خاصيات على سبيل المثال مثل مكتبة المستندات اللي بتساعد على الاحتفاظ على مستندات قد يستخدمها المراجع في المستقبل. وأيضا بنستحدث على لوحات قيادية خاصة بالموظفين لتسهيل عليهم مراجعة البت في الطلبات. وطبعا بيكون في دائما استمراريه في عمليه مراجعه الاشتراطات الخاصه بالرخص التجاريه وعلى عمليه تاسيس الاعمال التجاريه في مملكه البحرين. نعم، اذا الاستاذ نبراس محمد طالب، الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات في وزاره الصناعه والتجاره، شكرا جزيلا لك.